اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. وهذه الفقره نتمنى باذن الله نكون على قدر الحدث في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت، لان احنا عايزين نتكلم في امور مهمه جدا بالنسبه للمرحله اللي جايه، الرياضه ومدى تاثير فيروس كورونا على الرياضه، الاحداث الافريقيه، الاحداث الاوروبيه. كمان هنعمل اطلاله كده على بعض الاحداث اللي ممكن متوقع ان شاء الله انتظامها في الفتره اللي جايه. فقره اتعودتوا مننا كل يوم ثلاث بنبقى سابقين بخطوه، فان شاء الله باذن الله النهارده هنكون سابقين بخطوه او خطوتين على حسب بقى مجريات الحديث مع الزميل العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد ده منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد، وببقى سعيد ان انا موجود معاك كل يوم ثلاث، والحقيقه ببقى براحتي يعني بتكلم براحتي. منور الدنيا ودايما بتقدم محتوى مهم جدا للمشاهد، والناس بتستفيد بوجودك معنا كل يوم ثلاث. ربنا يخليك يا محمد، وقبل ما نبدا الحلقه بتوجه بالتعزيه لاسره الزميل العزيز هاني توفيق، الزميل اللي كان بيقابلنا بابتسامه طول الوقت واحنا داخلين واحنا خارجين، فبنتقدم بالتعزيه لاهله وبرده بنتمنى السلامه وسرعه الشفاء لاستاذنا والصديق العزيز استاذ عصام شلتوت. الف مليون سلامه عليه، لانه بيمر بازمه صحيه وعكه صحيه، فنتمنى له السلامه وربنا يعدينا من كل الازمات الصحيه على خير. ربنا يسلم الجميع يا رب باذن الله. طيب عايز ابدا معاك بالجزء اللي انتهيت بيه في فقره الانترو، وهو الدور المجتمعي لنجوم الرياضه والكوره في العالم بشكل عام، ومدى تاثير فيروس كورونا على هذا الحدث او على هذه الاحداث الرياضيه الفتره الجايه. الحقيقه يعني انا شفت كابتن وائل جمعه، شفت احمد حسام ميدو، اتمنى ان المبادرات تكتر، شفت كابتن سيف عمل ستي هوم على صفحته، بعض النجوم بداوا يعملوا ده، لان ده دورهم في التوقيت ده، ان هم يبداوا يوعوا الناس فكره البقاء في المنزل وفكره التحركات للضروره. خلينا برضو نتكلم في الاول قبل الدور المجتمعي النجوم، انه الحقيقه انا بسمن وبقدر جدا دور الدوله في التعامل مع ازمه كورونا. الحقيقه التعامل رائع من اول يوم. بتتعامل بمنطق وبهدوء، ومش ما فيش حاله رعب للناس. الحقيقه من الازمات اللي بتكشف ان الحكومه تطورت في ادائها في الازمات. دكتور مصطفى مدبولي اعتقد بيعمل مؤتمر صحفي كل يوم بيقول فيه حاجات جديده، وبيتعاملوا مع الازمه يوم بعد يوم. فالحقيقه انا بشكر الحكومه، وده هو ده دورها، بس هو الحقيقه التعامل رائع، وحتى الان احنا مش حاسين انه في ازمه كبيره. خلينا نكون هادين شويه، الناس تكون اهدى في التعامل مع الازمه، لانه شايف انه في جنون في موضوع الشراء. الحقيقه الموضوع بسيط، في شايف انه في جنون في التجمعات، لازم التجمعات تقل شويه. النهارده صدر قرار باغلاق دور العرض ودور السينما. الحقيقه الموضوع ده لانه انت محتاج تقفل شويه عشان تلم الموضوع وخلاص تعلن الخلو البلد من الفيروس، والموضوع يبقى تحت السيطره بالزبط. زي ما الصين خلاص داخله في الموضوع، نجحت في ده. نروح تاني للنجوم ودورهم المجتمعي. الحقيقه النجوم مصر كلهم مطلوب منهم دلوقتي يقوموا بالدور ده. فكره ان انا اسمع الولاد الصغيرين اللي انت مش عارف تسيطر عليهم في البيت، هم قاعدين في اجازه بس انت مش عارف تسيطر عليهم في البيت، لما يسمع النجم فلان الفلاني او النجم فلان بيقول له لا اقعد ويبدا يقول له. وفي بعض النجوم قالوا ان احنا نعمل حفلات على اليوتيوب، فاطلبوا اللي انتوا عايزينه ونقعد لايف مع بعض. مظبوط. الحقيقه ده دور مجتمعي رائع. نتمنى ان نجوم الكوره في مصر ونجوم الرياضه يبداوا يعملوا ده، عشان ده وقت الحقيقه كل الناس لازم تتجمع، لو ده وقت اهلي ولا زمالك ولا ده وقت بلد بتمر وعالم كله بيمر بازمه. فنتمنى ان احنا العالم كله يعدي الازمه دي على خير. اكيد. طيب ساديو ماني النهارده يمكن كان ليه سبب في فكره ان هو بيتبرع لمنظمه الصحه في السنغال لمكافحه انتشار الفيروس، وتبرع حتى لو مبلغ ضئيل، بس على قد الفكره نفسها جوه السنغال. اللي كان ليه سبب ناصر البرنس. تمام. وناصر البرنس ناصر البرنس كان ليه سبب عن ساديو ماني وعن كل النجوم. يعني تخيل انت، والحقيقه بحييه وبشكره على، انا بس كنت بتكلم في اطار نجوم الرياضه او نجوم الكوره. ما هو ناصر من نجوم الرياضه برضه. تمام. فالحقيقه انه ناصر سبق كل الناس وعمل دور مجتمعي مهم جدا ليه. والحقيقه تفكير رائع من ناصر، والحقيقه بنشكره على ده. نتمنى يعني نجوم الكوره يفكروا زي ناصر، يعني او زي يعني لانه احنا بنضرب المثل بالمصري مش بساديو ماني. طيب ساديو ماني تبرع ب 45 الف استرليني لمنظمه او اللجنه الوطنيه لمكافحه الفيروس في السنغال، والاصلا الاجواء في افريقيا مش بنفس الاجواء في اوروبا. الوضع مختلف تماما يعني. وللافضل. التوجه ده شايفه ازاي؟ ما هو الحقيقه ما احنا بنقول ده دور النجوم. يعني ده دور النجوم في وقت الازمات. انت من النجوم محتاج، خلينا برضو نقول وليد ازارو،
وليد أزارو أول امبارح قال إنه والأسر اللي هتقعد في البيوت وما عندهاش ما تقتت منه أو معيشة يومها هو هيتكفل بأربع أسر لحد ما الأزمة تخلص. وطلب من كل جمهور رياضة في المغرب يعملوا ده. أتمنى إن الجمهور بتوعنا يعملوا ده، لسه ما شفناش ده. إحنا شفنا كلام في التوعية، نتمنى إن يعملوا ده. شفنا شريف إكرامي الحقيقة قام بدور رائع، نتمنى ان باقي نجومنا يعملوا ده. بس عايزين ده ما يبقاش من خلال تويتر بس، يعني طبعا مش الناس كلها بتستخدم تويتر او الفيسبوك او السوشيال ميديا، عايزين يطلعوا يتكلموا في الاعلام، يوجهوا الناس، يوجهوا رسائل للناس. ما هو ده دور الاعلام ودورهم يعني لازم. ما هو احنا هنا مثلا قناه الاهلي، ما احنا لو نجوم النادي عملوا ده واتذاع ده في برومو ما بين البرامج او في وسط البرامج كحمل التوعيه لكل، احنا عندنا ما شاء الله 30 نجم في الفرقه او اكتر، لو تسجل مع ال 30 نجم ومدى تاثيرهم لو تسجل مع ال 30 نجم كل نجم 30 ثانيه بيقول خليك في بيتك واقعد وما تنقلش العدوى وي وي وي، اعتقد ان ده هيبقى مهم جدا ان قناه نادي الزمالك وقناه الزمالك بقيه الانديه الاخرى يعملوا في نفس في في, في, في بقيه القنوات. اللي عايز يعمل عند الاهلي، اللي عايز يعمل في باقي عندنا قنوات كتير جدا، اتمنى ان ده يحصل. وده دور الاعلام ودور النجوم، وحتى يسجل في بيته ويبعت الفيديو او يسجل في بيته ويبعت الفيديو ويسجل وينزله على قناته وينزله على السوشيال ميديا. يعني الموضوع بسيط، يعني فكره العالم بقى قريه صغيره جدا، الموضوع صغير جدا. انت لو انا دلوقتي ممكن نطلع يعني لو الهواء اتقطع نطلع انا وانت هواء وفي 8 هيشوفونا، يعني الكاميرا الاماميه على الكاميرا الاماميه دي ازمه الحقيقه، عامله لك ازمه، لازم يلغوها لازم يلغوها هي واليوتيوب ولايف الفيسبوك عشان نرتاح طيب موضوع مزعج جدا. فيروس كورونا وتاثيره على الرياضه، متابع الموضوع ده ازاي؟ لا هو الحقيقه انت لما اقول لك انه الدوري الايطالي خسائره لو اتلغى الدوري هتبقى حوالي 700 مليون يورو، فتعرف الدنيا رايحه فين. لا خسائر مرعبه جدا، انت بتتكلم على حقوق، بس بتتكلم على حقوق رعايه، بتتكلم على مرتبات لعيبه، بتتكلم على دخول ايرادات، دخول جماهير، بتتكلم على اقتصاد. انت كره القدم في مصر، الدوري العام ده اللي الناس الدوري العام ما يتلغي، اللي بيقعد يتريق عليه يقول لك الايجيبشن ليج ومتعه الايجيبشن، الخدمات المعاونه اللي بتشتغل على الدوري المصري اقتصاد 2 مليون بني ادم، اقتصاد لوحده، يعني 2 مليون بني ادم خدمات معاونه. هو ال 90 دقيقه اللي لعبهم 11 مصر وطنطا بيعملوا خدمات، لانك انت هو الامر مش مقتصر، لان اللعيبه دي بتدخل دخل، الدخل ده بيروح لناس، الناس بتوديه لناس، فبيعمل دوره ماليه ودوره تراكميه في الفلوس والعمل ل 2 مليون بني ادم. فتخيل انت لغايه الدوري المصري هيضر 2 مليون بني ادم. ومحدش واخد بالك من حته ان محدش عايز يتكلم فكره الغاء في العالم، انا مش بتكلم على مصر. لا النهارده خلاص، يعني الاوروبيين حسموا الموضوع تماما وقرروا ياجلوا يورو 2020 ل 2021 عشان كل الدول الاوروبيه في وقت انحسار الفيروس يكملوا دورياتهم. يعني هي الموضوع كله بقى لتكميل يعني كل اللي حصل النهارده من تاجيل لاكمال الدوريات، حتى لو الدوري انتهى في 7 وفي 8 هم طلبوا انه لما يبدا السيطره على الفيروس يبقى يا جماعه ما تمدوش الموسم اللي بعد 30/6. وهم نقلوا نهائي اليوروبا ليج والتشامبيونز ليج ل 24/6 و29/6. فهم لا، يعني هم الدوري اصله، الدوري هو الاقتصاد المتكامل لكل بلد. وبعدين انت عندك الدوري في محترفين، في فلوس بتطلع، في يعني الكوره ما بقتش لعبه ترفيهيه، ده اقتصاد. لا لا لا، ده اقتصاد دول قايم عليها. يعني اقتصاد اللاعبين البرازيليين المحترفين الموجودين الحقيقه، انا مش عايز ادخل في الموضوع بتفاصيله، اعتقد ان انتوا عندكم هتعملوا حاجه كبيره ان شاء الله يوم الخميس مع الصديق العزيز كريم سعيد باذن الله، وعارف انه هيعمل حاجه قويه جدا، فمش عايز اتطرق للموضوع بقوه، ولكن هو اقتصاد كامل بيدور حوالين كره القدم دي اللي هي البتاع الصغيره اللي بيجري وراها 22 واحد. مظبوط، فالحقيقه لا مظبوط. طيب كوبا امريكا، اليورو، مسابقات الانديه الاوروبيه، محليين، افريقيا المحليين، هنيجي بقى للموضوع افريقيا. اتأجلت لاجل غير مسمى، حتى ما تحددلهاش ميعاد، اعتقد هيك. بس قبل ما نتطرق لافريقيا، لان في افريقيا عندنا حاجات هنتكلم فيها بتفاصيل اكتر تاني احنا دايما المفاجآت ودايما عندنا جديد. طيب بالنسبه في اوروبا، انت شايف مدى تاثير ده كمان على لعيب الكوره نفسه؟ يعني انا مثلا كنت بشوف فيديوهات للوكاس فاسكيز، لكريم بنزيما في البيت عندهم، بيتكلموا ان هو في برامج تدريبيه بينفذوها في البيت. اما هو لان انت عشان تقف لمده اسبوعين او ما اعتقدش انها تبقى اسبوعين، هتبقى اكتر،
مش هتعرف ترجع على طول من بعد الاسبوعين ترجع تلعب. لا انت محتاج تبقى متاهل، فمحتاج اللعيبه وهي قاعده في البيت بتعمل برامج تاهيل. ولكن برضو لما يرجع لما 29 مارس يناير وبعد العطله وبعد الاجازه اللي اتمنحت، اعتقد انه هيدوا فرصه شويه للمشاركات عشان ترجع. واعتقد انه نهايه مارس مش هتبقى هي لسه في كلام. طبعا كله علق النشاط ما عدا روسيا وتركيا، لان روسيا لم يظهر فيها حالات، تركيا ظهر فيها حاله او اتنين. هيبداوا ما هو انت ما احنا ما كناش معلقين النشاط الا لما الامور بدات يبقى العدد يوصل ليعدي 100. الامارات لحد يوم الجمعه انا متفرج على مباراه الجزيره والعين كان لسه ما علقتش النشاط، كان في ماتشات. فكله بيبدا، ما هي دي ازمه محمد، التعامل معاها يوم بيوم، يعني ما ينفعش لحظه بلحظه لحظه بلحظه. انت النهارده مش عارف، يعني انت فجاه حصلت ازمه في بلقاس بسبب حاله عملت دربكه كبيره جدا، عملت ارقام كبيره. مظبوط. فانت انت هل لا دو دو لا دو لا دي مشكله ازمه الدوله ولا ازمه الصحه ولا دي ازمه مواطنين. وانت بتتكلم على فيروس بيتنقل بكل الوسائل المتاحه الحياتيه. فالموضوع الحقيقه ما ينفعش تسيطر عليه الا لو قررت تعزل البلد، وده اللي بيحصل دلوقتي. بتعزل زي ما الصين عملت وزي ما اماكن واماكن اوروبا عملته، فرنسا فرض حظر التجول كامل خلاص، واسبانيا رايحه في الطريق، وايطاليا عملت ده. فانت لازم تعمل العزل ده، تقفل على نفسك شويه، تشوف عدد الحالات اللي عندك، تكتشفها كلها، لان بدايه ان انت تنجح في الاكتشاف المبكر وحصر الفيروس، تحصر كل اللي عندهم فيروس وتخرجهم وتبدا تعزل وخلاص، قضيت عليه خلاص، الموضوع خلص، الموضوع خلص وانتهى. انت طيب، اللجنه الاولمبيه الدوليه جايه في الطريق، وكان معايا على التليفون المهندس شريف العريان، واتكلم في فكره ان بكره في فيديو كونفرنس من 6 ل 7 اللجنه الاولمبيه الدوليه مع القاره الافريقيه، عارض 54 اتحاد في افريقيا. دوره طوكيو الموضوع بالنسبه لها مش واضح اكتر. ما هي دوره طوكيو او امبارح رئيس وزراء اليابان قال ما فيش تاجيل ومش هناجل ومش هنسلم مش هنطاطي وبتاع الكلام ده. لا، رئيس اللجنه الاولمبيه جات له كورونا امبارح، النهارده رئيس الاتحاد الياباني لكره القدم جاله كورونا. فغير الكلام خالص. زي ناس كتير غير كلامه وقال انه لا، طب هنبدا نفكر. الحقيقه هو عندهم مشكله كبيره انه في تصفيات ما بتتلعبش. يعني الغطس في تصفيات اتاجلت، تنس طاوله في تصفيات اتاجلت، الملاكمه في تصفيات اتاجلت، ففي تاهيل نفسه، يعني في مسابقات، في لعيبه وفرق، في مسابقات تاهيلها نفسه لم يكتمل. فانت هتلعب ازاي؟ لانه في اقتراح ان تتلعب زي ما قال دونالد ترامب، تلعب من غير جماهير او تتاجل. فاعتقد دوره الالعاب الاولمبيه تلعب من غير جماهير، فالحقيقه هتبقى احنا واخدين السبق في الجزئيه دي. احنا واخدين السبق في الجزئيه دي، معودين نفسنا من زمان. اعتقد انها تتاجل، غالبا هتتاجل. غالبا. بس ممكن تتاجل للسنه الجايه ولا تتاجل شهر او شهرين. هو كان في طرح ان هي تتاجل لديسمبر او للسنه اللي جايه، لسه الامر مش واضح. واضح ان كل البطولات تلعب 2021. وانا انا كنت لسه بتكلم في الانترو، كوبا امريكا، كاس افريقيا المفروض في يناير وفي يعني 2021 دي هتبقى في كل الاحداث الرياضيه، فيها كل حاجه في الكوره، نجز من دلوقتي بقى الجدول الدوري، وفيها اثنين امم، في اثنين امم افريقيا محليين والامم الافريقيه. ده لو المحليين راحت السنه الجايه، اعتقد انها تروح السنه الجايه. طب نروح بقى للملف الافريقي. نروح ملف الافريقي. طيب النهارده القرار لا خالص، النهارده القرار اللي صدر بخصوص تاجيل كاس الامم الافريقيه للمحليين. انا امبارح كان معايا فكره المعلومه بتاعت توصيه اللجنه الطبيه، وان كان في لجنه طبيه في الكاميرون من يوم السبت الماضي، وفي اطار ان الكاميرون ظهر فيها حالات، بس نتيجه ان في رحلات وفي ناس مسافره، فكان الافضل تاجيل البطوله عشان الاحداث ديت. هل ده هيتطرق لاحداث افريقيه اخرى، الدور نصف النهائي، دور الابطال، الكونفدراليه؟ طب بص، خلينا دلوقتي في الملفات اللي اتحسنت. اقامه مباراتي النهائي زي ما قلنا من 4 سنين هنا. طب قبل ما تكمل في فيديو احنا محضرينه، لان احنا كنا سابقين مش بخطوه، انت بتتكلم بثلاث اسابيع قبل الاتحاد الافريقي ما يعلن اساسا مين الدول اللي اتقدمت بالشكل النهائي في تقديم الملف. نتابع ونشوف في هذا الفيديو ايه اللي اتقال من فتره، من ثلاث اسابيع، في اختيار ملف ملعب نهائي دوري الابطال وملعب نهائي الكونفدراليه. هل ده ممكن يأثر على الاختيارات اللي جايه في بالنسبه لبطولات الانديه؟ بمعنى انا فجاه اختيارات ايه، الحكام ولا اختيارات الاقامه؟ اختيارات الملعب، اختيارات الحكام. الملعب، بص انا وجهه نظري انه بنسبه كبيره جدا الملعب النهائي دوري الابطال متفق معاك، رايح الكاميرون، رايح عشان يريحوا دماغهم، يعني يريحوا دماغهم من الخناقه. متفق معاك، واعتقد انه الكونفدراليه هتروح المغرب عشان يعني يرضوهم، يعني واعتقد اللي هتظلم في الموضوع ده بيراميدز. اهلا بحضراتكم من جديد.
ثلاث اسابيع قلت الفاينل دوري الابطال في الكاميرون، فاينل الكونفدراليه في المغرب. يعني انا عارف القرار من يوم الجمعه يعني وكتبت على تويتر ده رسميا نهائي دوري الابطال في الكاميرون، وانا يعني عارف المعلومه وكان عندي معلومه، ولكن يعني لانه كان القرار بيتطلب انه لازم رجوع المكتب التنفيذي، واجتماعات المكتب التنفيذي اصلا اتلغت. مظبوط. فكان عشان ياخدوا قرار باعاده النهائي المباراتين كان هيتطلب، ولكن يعني بنسبه 100% من السنه اللي جايه هيرجع تاني ماتشين. هيرجع ماتشين. يعني بنسبه 100%. خلينا بقى نروح للجديد. ايوه. والتطور الجديد انه نسجل من النهارده. انه احتمالات كبيره جدا انه سيمي فاينل والفاينل يتعاملوا بنظام زي دوره من دور من الاربع فرق هيلعبوا ماتش سيمي فاينل. دوره مجمعه؟ مش دوره مجمعه، ماتشين سيمي فاينل. الاثنين يعني في خلال 5 ايام تقريبا، يعني مثلا حد وجمعه يتلعب سيمي فاينل ماتش واحد، ويتلعب الفاينل ماتش واحد في الكاميرون. سيمي فاينل الكونفدراليه الماتشين سيمي فاينل ماتش واحد والفاينل ماتش واحد، وهتلعبوا في المغرب. يعني تكلم 3 ماتشات. 3 ماتشات عشان التغلب على فكره عدم الغاء البطوله، لانه تطورات كتيره قوي في كذا حاجه هيمشي فيها النظام ده. هيروحوا البلد امنه ما فيهاش حالات، الدنيا ماشيه فيها ستيبل، ويلعب فيها لانه دي سنه استثنائيه. والحقيقه انت لو لعبت كده كده النهائي الفرق المغربيه في الكونفدراليه هتلعب على ارضها، فمش فارق معاها حاجه، لان انت السيمي فاينال بتاع حوريه كوناكري وبيراميدز لو اتلعب بماتش هنا وماتش هناك فهو كده كده بيتلعب في ملعب محايد. يعني هم كده كده الاثنين رايحين يلعبوا في ملعب محايد. الماتش الثاني حسنيه اغادير ونهد البركان كده كده الماتشين كانوا هيتلعبوا في المغرب، فخلاص يا الماتشين كانهم متبادل، ماتشين هيتلعب ماتش واحد الكسبان، وكده كده النهائي هيتلعب من ماتش واحد في المغرب. خلصنا كده من الكونفدراليه هنروح لل دوري الابطال. اهلي ووداد بيتلعب في ملعب محايد، زمالك رجاء بيتلعب في ملعب محايد، كده كده النهائي هناك. فاعتقد ده الاقتراح الاقرب، يا اما هيلغوا الالغاء صعب اعتقد. يعني لان انت عشان نشاط الكره يرجع برضو عندك مشكله كبيره جدا ان في لعيبه سافرت من نتيجه الا احنا هنتكلم فيها. قبل ما نتكلم في دي انت بتتكلم في اطار ان دوري الابطال الاهلي والوداد حسب التصور او حسب المعلومات يتلعب في دوله محايده مباراه واحده، الزمالك والرجاء 24 مايو دوله محايده 29 مايو. انت قلت انت دي مواعيد النهائيات. ما هو سيمي فاينل هيتلعب قبل الفاينل باسبوع. انت قصدك المواعيد هتفضل ثابته؟ ايوه، ميعاد الفاينل هيبقى ثابت، ميعاد السيمي فاينل هو اللي هيطرحها. هو اللي هيطرحها لامتى؟ لاخر مايو قبل الفاينل. ما هو قبل الفاينل. ما هو انت مش هتاخد الفرقتين، مش هتاخد الاربع فرق توديهم الكاميرون يلعبوا في 1 مايو بقى يرجعوا تاني وبعدين يروحوا الكاميرون. انت هتعملها وكانها دوره مجمعه، كانه سيمي فاينل كاس الامم الافريقيه. يعني كان الاربع فرق دول راحوا سيمي فاينال كاس الامم في اطار البطوله المجمعه، بس طبعا مش هيلعبوا مع بعض الاربع فرق، بس هي في اطار اللي هي الاربعه موجودين في المكان. هيلعبوا الاثنين اللي سيمي فاينال قدام بعض، اللي هيكسب هيروح يلعبوا النهائي ونروح. الثانيين الاثنين يلعبوا سيمي فاينال. طيب في اوروبا ما خدوش القرار ده؟ هياخدوه بس تمهلوا شويه. هم تمهلوا شويه لانه هم هيبدا انت دلوقتي النشاط في اوروبا هيرجع 3 ابريل على الورق، لغايه دلوقتي على الورق. 3 ابريل هيبداوا يتعاملوا مع الامر من 3 ابريل. تمام. لان هم خلاص هم كان عندهم المفروض السيزون لازم يخلص قبل 31 مايو عشان عندهم كاس الامم الاوروبيه في بدايه يونيو. فخلاص هم لغوا كاس الامم الاوروبيه، خلاص يعني راحت. فبقى عندهم شهر 6 كله اللي هو مارس. يعني انت مارس ده ضاع من عندهم، ماتش الريال ومانشستر سيتي ما تلعبش بالظبط كده. فهياخدوا مارس بدل يعني 6 بدل مارس. مظبوط. يعني كانهم زقوا حركوا الاجنده 3 شهور. لو رجع لو بدا النشاط عندهم في التوقيت ده في ابريل زي ما هم بداوا، هيبداوا يحطوا مواعيد، ممكن يحطوا مواعيد عاديه بالظبط. يعني يبداوا يلعبوا كانهم عادي، لان هو الشهر اللي ضاع هم زودوه فخلصت. تمام. لو اتاخرت شويه هيبداوا يلجأوا للحل ده، للفكره ديت، وده اللي انا شايفه اللي هيحصل في العالم كله. ودي الفكره اللي اتطرحت في الكاف، اتطرحت في كل حته. يعني هي الفكره المطروحه واتطرحت في اسيا، وهي بقت خلاص هي الايقون اللي بيتعمل في العالم كله، لان انت عايز تعدي موسم استثنائي. وخلي بالك انت مش عارف برضه هل الموسم الاستثنائي ده مكمل ل 2021 ولا هيخلص دلوقتي السنه الجايه، محدش عارف بكره في ايه بالظبط كده. فانت بتحاول تنهي موسم استثنائي عشان الخسائر وعشان وعشان انت من السنه الجايه هتبدا تفكر هتعمل ايه. في تفكير كمان في الدوري الايطالي ان هم
يزقوا الموسم ويبقى الموسم اللي جاي هو بتاع الموسمين. يعني في قصص كتير بتحصل لانه ايطاليا عندها الوضع اصعب شويه، ده اصعب واسبانيا بسينة. الوضع بدا برضو يتفاقم يعني فالموضوع في فرق اصلا بقى عندها لعيبه بالظبط. لا انا معايا يعني اسامي لعيبه كتير قوي. بالظبط. طيب واير روني كان قال تصريح مهم جدا وفكره يمكن نالت استحسان الجميع. قال لك كاس العالم 2022 هيتلعب في نوفمبر وديسمبر في الشتاء. ايه المشكله لو الدوريات كلها اترحلت وخلصنا الدوري مثلا في 9 او في 10، بحيث ان ده يبقى تجربه للاجنده اللي هتبقى خلال السنتين الجايين؟ ما هو لو رحل، انت اللعيبه الاوروبيين لازم هياخدوا اجازه. فلو رحل ممكن ما يبداش في اغسطس الدوري احنا متعودين بتبدا من اول نص اغسطس لحد نهايته بالظبط، بتبدا بتواليان الماني اسباني فرنساوي انجليزي ايطالي كلهم بيبداوا ورا بعض. واحنا كمان حتى بقينا زيهم، وحتى يعني سبحان الله السنه الوحيده اللي افريقيا قررت تعدل الجدول بتاعها وترجع حصلت الازمه حصلت الازمه وهيرجع النهائي دوري الابطال تاني ممكن تلعب في ديسمبر. بالظبط. يعني حاجه يعني لو قرروا هي السنه دي في حاجه كتير حصلت يعني حاجه غريبه جدا. فهم ظريفه غالبا لو رحلوا لو زقوا لو فعلا الموضوع طول وقرروا يزقوا السيزون شويه فممكن يبداوا ينهوا في يوليو ويبداوا ياخدوا الاجازه في اغسطس وتسعة ويبداوا وكان ترحيل الموسم للموسم الجاي. ولكن هو الصيف يعني خلي بالك الاجازه الصيفيه مرتبطه بها العالم كله. محدش بص لحد دلوقتي الكوره في العالم ماشيه في اراء كلها اراء كلها اراء مفيش حاجه لا مفيش حاجه ثابته حاجه رسميه. طيب تاجيل بطوله افريقيا للمحليين على المدى البعيد، شايف فكره ان احنا تاجلناها بس ما حددناش ميعاد؟ انا شايف انها تلغي تتلغي. انا شايف انها تلغي، يعني هي بطوله كل شويه ناس تعتذر وان كل شويه ناس فرق منتخبات تعتذر وعليها مشاكل. انا شايف ان هي هتتلغي لان القرار يعني مثلا ما عملوش زي اوروبا وقالوا مثلا ايه صيف العام القادم. خلي بالك انت عندك في يناير كاس الامم الافريقيه في الكاميرون انت رحلت من اربعه لاجل غير مسمى، هتلعبها امتى؟ في اغسطس. ما هي الغريبه انه ما حددتش ميعاد، ولا انت هتلعبها في ديسمبر ولا تلعب تاني في يناير؟ يعني انت لو عديت اغسطس لو ما اتلعبتش لحد اغسطس خلاص هتلاقي. وبعدين توقيتها مرتبط كمان بدوريات المنتخب دوريات الدول دي دوريات محليه جوه القاره الافريقيه. بالظبط. فاعتقد ان هي بنسبه كبيره هتلاقي بنسبه كبيره. طيب في جزئيه ثانيه متعلقه بقى بتاثير النشاط ده على فكره الغاء البطولات في مصر لغايه اللحظه دي. هل عندك اجتماعات عندك اراء او معلومات في فكره الغاء بطولات او تاجيل؟ لا حتى لا مفيش الغاء مفيش الغاء حد يعني طرح الفكره لا دي؟ لا حتى الان ما فيش. وبرده انا لما في اليوم اللي هو اللي حصلت فيه الدربكه لا هيتاجل لا مش هيتاجل، انا قلت يا جماعه الموضوع كله مرتبط بقرارات رئاسه مجلس الوزراء، لا مرتبط بقطاع الرياضه ولا مرتبط باللجنه الخماسيه ولا مرتبط بالناس، هو مرتبط بالناس اللي بتدير الدوله. هي دي دوله منظومه متكامله بتمشي كتله واحده. ما فيش قطاع فيها هيمشي لوحده. يعني ما ينفعش انت الدوله تبقى ماشيه وبتقول ان احنا بنحد من التجمعات والناس ما بتطلعش وي 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 وتيجي انت تقول لي لا انا هلعب ماتشات كوره. ما ينفعش. فيعني زي مثلا كان خبر كوميدي جدا انا شفته انه السبت اعلنوا ايقاف النشاط ولقيت انه في مباراه وديه هتقام يوم الاحد. يعني وكان فيروس كورونا بيروح للرسمي بيروحش الودي زي بالظبط كده. قرار لما قال لك ان احنا هنخفض عدد ساعات الدراسه فالولاد هيخرجوا من المدارس الساعه 1 مش هيخرجوا الصبح بيجي بقى يعني بينام بدري بينام متاخر فبيصحى بعد الساعه 12 فمش هيجي. يعني الحقيقه حاجات كده كان في وسط دربكه بتتقال. فالنشاط الرياضي اي نشاط في مصر متعلق باي تجمعات جماهيريه حتى لو كان 11 ضد 11 بس ما احنا كده كده بنلعب من غير جماهير يا محمد. بس انت عندك 11 لاعب عندك حكام عندك خدمات معاونه عندك امن عندك اسر وعائلات بالظبط. فلا قدر الله اي اصابه في حد فهتلاقي الموضوع كبر بالظبط. يعني الكوره في ايطاليا كلها وقفت بعد روجاني بعد لعيب يوفنتوس لما اتصاب، فبعد كده ظهرت حالات في الانتر ظهرت حالات في يوفنتوس وكوي وي 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 فالموضوع هو وماتش يوفنتوس وانتر كان بيتلعب من غير جماهير بدون جماهير. فيعني هو الموضوع مش مستحيل جميع. فخلينا نقول انه القرار ده قرار دوله لا هو قرار لا اتحاد كوره ولا وزاره ولا لا قرار اللجنه الخماسيه ولا قرار، وهو قرار رئاسه مجلس الوزراء اللي كل وزاره الصحه اللي كل يوم بتقول حاجه ليها علاقه بالموضوع. احنا النهارده ظهر 30 حاله فالحالات وصلت 196 انت مش عارف بكره في ايه. فالحقيقه الموضوع كل يوم في جديد شائك فانت بتقولوا كده عايشين اليوم بيومه يعني. طيب واحنا عايشين اليوم بيومه ومع قرار تعليق النشاط والانديه كلها خدت اجازات، الناس فهمت التدابير الاحترازيه غلط. لان انا فوجئت بسفر دون ذكر اسمائهم او دون ذكر الانديه، الناس هتبقى فاهمه وعارفه يعني. فوجئت بسفر لاعبين اجانب الى بلادهم. انا استغربت ليه؟
هو اللعيب اللي سافر ده ايا كان هو بيلعب فين او فين، لان انا عرفت انه في اكتر من لاعب في كذا نادي، في كذا نادي. احنا مش بنتكلم عن جهه معينه، احنا بنتكلم في الفكره حتى لو لعب في النادي الاهلي عشان بس نكون واضحين. الفكره يعني حتى لو لعب في النادي الاهلي سافر فهو قرار خاطئ 100%. انه ليه هو كله ملتزم وموجود في مصر؟ انت دلوقتي هو كل لعيبه اللي سافرت هيسافر بلده، في منع خلاص من يوم الخميس، في منع طيران، ما حدش عارف اصلا الطيران راجع مصر امتى. المجال الجوي خلاص ما فيش الا للحاجات التجاريه وبتاع، فخلاص انت طيب بعد مده حجز الطيران لن تقل عن اسبوعين اتفتح المجال الجوي، اللعيب ده جاي لك لازم يتحط في عزل ايا كان اللاعب بقى، ايا كان مين، لانه جاي من دوله فيها حالات فيها الفيروس، فانت هيتحط في عزل لمده 14 يوم، فانت بتخسر اللاعب لمده 14 يوم بعد عودته. لو رجع 1 ابريل فانت هتخسره لحد 15 ابريل. فهل ده تم عشان لما يرجع حد يقول ان الشرطه يرجع فيرجع يقول لك لا لعبتي مش موجوده، اصل في العزل، اصل في عزل، اصل دي اجراءات دوله. الحقيقه اعتقد انه القرار ممكن يكون اتعمل بحسن نيه، عشان برضه ما افترضش حسن سوء النيه في الناس، ولكن هو الحقيقه قرار خاطئ 100%. سفر اي لاعب المفروض الانديه مع توقف النشاط الرياضي كانت عممت نشره على كل لاعبتها يا جماعه ممنوع السفر، انت في عزل اختياري، انا انت توقيف النشاط ده عشان تعزل نفسك ونطمن عليك ونطمن على اسرتك، انما انت مش واخد اجازه، يعني انت مش واخد اجازه، انت مش في ده، انت في سيزون، مش في ويك اند. مش مديك ويك اند اجازه. فالحقيقه انه قرار طبعا يعني ربنا يستر، يعني الحقيقه انه قرار خاطئ جدا ايا كان اللاعب اللي سافر. يعني احنا بس بننور اللمبه الخضراء مش اللمبه الخضراء. انا قلت ده، وفكره ان انت بتتعامل مع الموضوع على انه اهلي وزمالك ومحله وترسانه وقلوب، الحقيقه مش حاجه صح. قصة. لان فكره سفر اللاعب ايا كان هو بيلعب لمين، هو قرار خاطئ 100% ايا كان. وقتها لما يرجع النشاط واللاعب الاجنبي ده رجع لمصر، ساعتها القرار هيكون قرار طبي طبعا، ايا كان اسمه وايا كان النادي وايا كان الموضوع. انت بتعزل اصلا البلد، هتقفل البلد، انت بتقفل البلد، بتبعدها عن الفيروس، بتقفل البلد من انتشاره، انت بتقفل البلد لمده اسبوعين عشان تبدا تسيطر على الوضع. اي حد جالك من بره بعد كده هيتحط في عزل او هيتحط في حجر، هل انت بقى مستعد لده؟ يعني انا شايف انه كان قرار خاطئ 100%. وساعتها بقى نرجع لفكره التاجيل، طب ناجل الماتش لغايه لما العزل يخلص. بالظبط كده، او نلعب الماتش في العزل. نلعب الماتش في العزل. طيب برضه فكره اتطرحت خلال يومين اللي فاتوا، ويمكن اتناقشت على المدى البعيد، على المدى الواسع يعني، حتى في اوروبا او حتى في مصر، فكره لو اتلغت اي مسابقه مين البطل. الناس في اوروبا بصت في اللوائح لقيت ان مفيش حاجه واضحه، الظرف القهري ده ما كانش محطوط في ال، مفيش، واحنا عندنا قبل كده دوريات كتير اتلغت وما تحددش مين البطل. انت بتتعامل الموسم اللي بعده مع البطولات الافريقيه بانه حامل اللقب، البطولات اللي قبلها هو اللي بتترشح واللي قبله هو بيترشح، والحقيقه دي سريع عندنا بقالها كتير، احنا اتلغى عندنا اكتر من دوري. فاعتقد انه ده اللي هيتم، مجربين يعني، مجربين، فانت ما عندناش ازمه يعني. بس اعتقد انه الدوري مش هيتلغي، لانه الحقيقه هيبقى سبب خسائر، خسائر كبيره جدا. انت عندك عقود رعايه بتعدي ال 800 مليون جنيه، عندك وصلت لمليار. فانت عندك عقود، عندك عقود لعيبه بارقام خياليه، مين اللي هيبقى مسؤول عن ده؟ انت اللاعب المحترف اللي موجود، اللي بياخد 800,000 دولار ولا بياخد مليون دولار في السيزون، لما لعيبه الاهلي مثلا هو لعب نص سيزون، هتدي له ازاي عقده كله؟ لاعب زي رمضان صبحي مثلا انت جايبه اعاره برقم كبير جدا، ازاي هتخسر الارقام دي؟ هتخسرها. الحين اعتقد انه الغاء الموسم، اعتقد انه حاجه، ما اعتقدش انه على الاقل في الحسبان دلوقتي، على الاقل في الحسبان دلوقتي هتبقى صعبه. صعب. طيب طبعا احنا يعني عشان نقفل الملف الافريقي ده، احنا الحمد لله سابقين بخطوات في هذا الملف، سواء فكره مكان الفاينل هيبقى فين، الفار، يمكن يا احمد جهزيه جزئيه برده كانت من الجزئيات اللي مزعله الواحد. انت عارف انت في وسط ما انت في افريقيا بيحاولوا يعملوا حاجات كتير جديده الفتره الجايه، بتحصل احداث بتاجل. واضح انه يعني الفار كان هيطبق في السيمي فاينل، تخيل. يعني عنده ربنا، يا ربنا يعني ربنا يكرمه. لا. يعني ملف التحكيم اتعدل، انت شفت شفت مباريات تحكيميه رائعه. الفار هيطبق في السيمي فاينل، خلاص تم تحديد ملاعب اللي هتتلعب عليها نهائيات دوري الابطال الكونفدراليه. الحقيقه الموضوع كان تم حسمه بشكل كبير، والمعلومه بقت تتقال من الاعلام المصري يعني مش في الاعلام الخارجي. الحمد لله مش في المغرب. في المغرب. احمد النهارده كان عامل ريتويت لمساعد السكرتير العام انطوني بافو، وهو بيعمل التحدي بتاع غسل الايدي اللي كانت منظمه الصحه بتتكلم عليه، واللي بداه جياني انفانتينو. ففي التعليقات انا حتى بشوف تعليقات الافارقه، فبيقولوا طب احمد فين من هذا التحدي؟ ساب المساعد السكرتير العام هو اللي يعمل التحدي، وهو فضل في العزل. مش عايز يغسل ايده خالص.
طيب انا عندي خبر كمان واحنا بنتكلم مع بعض. فيفا يعلن تاجيل بطوله كاس العالم للانديه الجديده. اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تاجيل بطوله كاس العالم للانديه بنسختها الجديده والتي كان مقرر اقامتها في يونيو 2021 بالصين. طبعا بالتبعيه هذا البيان وهذا القرار جاي نتيجه تاجيل بطولتي كاس الامم الاوروبيه اليورو كوبا امريكا من يونيو ويوليو 2020 الى صيف عام 2021، وبالتالي اقامه هذه البطولات في الصيف العام القادم هيتعارض مع اقامه كاس العالم للانديه بنسخه الجديده في الصين العام القادم. بخلاف طبعا الموضوع في الصين اكيد ليه ابعاد كتير الفتره الجايه، لكن الفيفا هيحاول يعلن الاجنده الجديده في مشاركه 24 فريق في النسخه الجديده من كاس العالم وجدوله السنوات اللي جايه ان شاء الله بعد التشاور مع الحكومه الصينيه. طب هل هيرجع في 2020 للنسخه القديمه؟ يعني مش لما يخلص الاول الدوريات ما هو انت دلوقتي خلاص القارات بتعتمد هتعمل اللي احنا قلنا عليه، يعني اعتقد انه هيبقى في بطل لكل قاره، واسيا بطلها كده كده بيبقى في نوفمبر تقريبا. فهل هيرجع يعمل النسخه القديمه اللي هي بمشاركه 6 منتخبات في 2021؟ في 2020. انت قصدك في نهايه هذا العام؟ في ديسمبر. ما هو ديسمبر 2020 كانت موجوده اعتقد. موجوده. انت بتتكلم بقى على ديسمبر 2021. ممكن يعمل فيها برضه، يعملها في قطر ويبقى نفس يعني النسخه بتاعت 2020 موجوده في ديسمبر عادي. نسخه 2021 ممكن يرجع يلعبها بنظامها القديم ولا هيغير وهيلعب في ديسمبر برضه بالنسخه الجديده؟ الله اعلم. في البيان ما ذكرش ده، هو اضطر انه يؤجل النسخه الجديده في 2021 عشان تاجيل كل البطولات. كوبا امريكا، اليورو بيتلعب في الصيف، فانت وغالبا ممكن طوكيو، وغالبا بنسبه كبيره هنشوف بكره طوكيو كمان لانها هتتناقش مع كل القارات. واحنا مع بعض اكيد هيكون في قرارات، لان انا حتى امبارح وانا شغال في حاله الهوا كانت انا حتى في الانتر بقول نتائج الماتشات بتاعت كاس تونس، فقلت الناس كلها مبطله ما عدا تونس، وانا شغال في الحلقه تونس اعلنت، بس وزاره تونس خرج واعلن طبعا اعلن كل بالظبط. ففي كل دقيقه دايما على طول في جديد. طيب لو بتكلم بقى في اتجاه تاني متعلق بانديه ايطاليا، ان هي بتلمح الى انها لن تدفع مستحقات اللاعبين. اما هو انا لسه بقول لك اهو، الازمه هتبقى ازمه ماليه طاحنه على كل الناس، على العالم، على العالم كله، لان انت عقود اللعيبه ايه اللي هيحصل فيها؟ وبعدين انت دلوقتي فيفا بيضمن حقوق اللاعبين وفي عقود. هل العقود دي فيها ظروف قهريه ان اللعيب لو ما لعبش ما ياخدش مرتبه او ما ياخدش عقده؟ ده اللي هيبقى، واعتقد انه ال 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 العالم كله هيوصل لحل يعني ايه، زي ما بيدوروا على مصر لعلاج فيروس كورونا هيدوروا على مصر لعلاج الازمه الاقتصاديه اللي هتصير. دي ازمه اكبر هتبقى فيها تبعات الفتره الجايه، لان كل انت دلوقتي هي الموضوع كل الدوريات كلها عندها رولز واحده يا محمد. يعني كله عنده رولز واحده، كله عنده عقود، كله عنده التزامات، كله عنده وانت لو ترس وقف بيترتب عليك كل ترس هتقف بعد كده. حقيقي. يعني انت وقف الايرادات، ما انت دلوقتي اغلب ايرادات الكوره بتبقى عن طريق البث وعن طريق عقود الرعايه. مظبوط. ودخول الجماهير كمان، ودخول الجماهير لان في اوروبا بنتكلم علينا احنا. لا احنا دي مش موجوده. يعني عندك مثلا الدخل الثابت للانديه، الرعايه والبث، البث الفضائي. ومثلا الاهلي عنده 450 مليون في الاربع سنين وزيهم في الرعايه، وعنده 800 جنيه ايرادات التذاكر. 800 انا كنت فاكرك بتقول رقم غلط. لا 800 جنيه ايرادات التذاكر. تمام. فدول هم العائد الاساسي لدفع مرتبات اللاعبين ومرتبات الاجهزه الفنيه والصرف على النادي، لانك انت النادي الاهلي بينقسم لقسمين، قسم اجتماعي ده اللي بي بي بيتصرف عليه من اشتراكات الناس واشتراكات الاعضاء والاكاديميات والحاجات دي، وجزء تاني بقى رياضي اللي هو عقود اللعيبه، ده من دوره الرعايات. مظبوط. فده لو وقف فبيترتب عليه انه ما هو القنوات لو مش هتذيع ماتشات مش هيجي لها اعلانات، كله هيبقى بالتبعيه، كله بالتبعيه. فانت بعد التبعيه اللوائح بتقول ايه لو في حاله الغاء مسابقات؟ ما هو حسب قصدي عقود. هل العقود فيها ده؟ يعني هل اصل ما حدش في الدنيا بيحط عقد وهو شايف الدوري هيتلغي. يعني ما شفتش انا اصل الدوري بيتلغي في ظروف قهريه جدا، وزي ما حصل قبل كده في النادي الاهلي انه حصل الدوري اتلغى وحصلت ظروف فزودوا سنه في عقد الرعايه بقرار مجلس الاداره، وكان الحقيقه كان قرار صائب جدا وقتها. هل ده ممكن يحصل؟ يعني هل ده ممكن يحصل في عقود الرعايه اللي بين النادي الاهلي وبين شركات الرعايه؟ هل ده ممكن يحصل بين الانديه الاخرى وشركات الرعايه؟ الحقيقه الموضوع كله انت مستني
3 ابريل عشان وانا تبقاش كدبه ابريل يعني. كدبه ابريل. اتمنى ان 3 ابريل نرجع نلعب كره تاني. هو كل مستني ابريل لان في ناس موقفه لغايه 21 مارس، في ناس لغايه 3 ابريل، في منتصف ابريل في الامارات لغايه منتصف ابريل، فكل واحد بيدي فتره زمنيه على اساسها هيبدا يحدد المرحله اللي بعدها. هو انا مش عارف الحقيقه، الناس متفائله جدا انه ابريل هيبقى في حاجه، انا برضو مش عارف التفاؤل مبني على ايه، يعني كل الناس متفائله في العالم كله انه ابريل هنلعب كره تاني. ابريل النشاط هيرجع، والحقيقه انه النشاط الرياضي وكله وقف في العالم، حتى بطولات التنس اتاجلت، رولان جاروس النهارده اتاجلت، بطولات الخيل اتاجلت، سباقات السرعه اتاجلت، بطوله الملاكمه التاهيل لطوكيو اتاجلت. الحقيقه الموضوع بقى الموضوع شائك. جدا الموضوع شائك. طيب في ظل عدم القدرة على إقامة أي تدريبات وأي مباريات ودية، إذا استأنفت النشاط بتدي مساحة قد إيه عشان تقدر ترجع تستأنف النشاط؟ على الأسبوعين. أسبوعين تانيين بقى عشان أسبوعين تشتغل. لأنك أنت بترجع لنقطة صفر. أنت دلوقتي، ولكن ما أنت بتاخدهاش بين الموسمين أساسا. ولازم برضو مدربي الأحمال في الأندية يكونوا حاطين برامج للعيبة في إن هي في البيت، لأنه كمان مفيش جيم، الجيم اتقفل. فأنت لازم كل واحد يبقى عنده في البيت او بيعمل في بيته برنامج تدريبي عشان يقدر محافظ على، لانك ممكن ترجع اللعيبه احمالها قلت ما بيتمرنوش، فترجع يبقى عندهم مشاكل في العضلات فتلاقي اصابات كتير. بالظبط. فانت الحقيقه محتاج مدربي الاحمال يحطوا برامج للعيبه، وبعدين لما يرجعوا من التوقف يبقى في تدريبات، عوده التدريبات بصوره طبيعيه، يبداوا يتحركوا تاني في تدريباتهم بطريقه تصاعديه عشان يبداوا، اصل انت كده بتبدا موسم جديد. مدرب ارسنال عشان كده بقول لك انه غالبا سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا هيترحل. ما انت خلاص احنا بنسجل بس النهارده، واحنا النهارده كان يعني لان انت هتبدا تلعب كوره تاني، انت اصل انت الدولتين اللي عندهم اللي هيلعبوا، يعني انت مصر والمغرب فيهم حالات، ومصر والمغرب فيهم حالات، وعلقوا نشاط، علقوا نشاط ووقفوا الطيران، وهيرجعوا في اول ابريل مثلا. انت من الثمان فرق اللي هيلعبوا سيمي فاينل دوري الابطال في سبعه، فمفيش غير حريه كوناكري بس من غينيا، هو اللي من غينيا وقفت النشاط، والله وقفت النشاط. فانت بتتكلم على هيبداوا يلعبوا كوره تاني، فمحتاجين مساحه وقت عشان يرجعوا للفورمه، لان سيمي فاينل او 20 ابريل مستواه سيء. بالظبط. فانت مش هتخلي الاهلي والزمالك والرجاء والوداد وبيراميدز وحريه كوناكري ونهضه البركان وحسنيه اغادير يلعبوا سيمي فاينل البطولتين الكبار في افريقيا وهم مستواهم لسه وكانهم في بدايه فتره اعداد، هيبقى صعب، وكانك بتلعب دور ال 64، لان هيبقى مستواهم زي مستوى، يعني هيبقى الماتشين بالظبط زي ماتش الاهلي واطلع بره تقريبا، في الدور التمهيدي في البدايه التمهيدي. كان صعب جدا. بالظبط كده، يعني فالحقيقه هيبقى هو ده البدايه، لانك في بدايه موسم. يعني ما هو هل الاهلي مستواه في اغسطس زي مستواه دلوقتي؟ اكيد لا، فورمه اللعيبه بتيجي بالماتشات. فاعتقد ترحيل المباريات لنص مايو او اخر مايو هو القرار الاقرب، واعتقد انه بنسبه تصل ل 85% هيتم اللعب بدوره مجمعه في المغرب كونفدراليه، وفي الكاميرون دوري الابطال بس مش دوره مجمعه، خروج المغلوب مع بعض يعني. يعني الاهلي والوداد مباراه، الزمالك والرجاء مباراه. بالزبط. والكسبان هنا والكسبان هنا يلعبوا النهائي. بس انت من وجهه نظرك او معلوماتك ان دوري الابطال يبقى في ال مش هيبقى، هو انت لا، ماتشات دوري الابطال هي السيمي فاينل تتلعب في الكاميرون مع الفاينل، هو حد جمعه. يعني هيبقى فرق خمس دقايق بس، خد بالك في المغرب هتبقى مشكله. ليه؟ لان هو هيستقبل الفرق ازاي اساسا هو اصلا معلق النشاط؟ مين؟ المغرب. لا، ما هو في اخر مايو هيكون الموضوع اتحل. ما هو انت لو لسه معلق النشاط مش هتلعب اصلا. تمام. انت لو معلق النشاط هتلعب ازاي؟ يعني انت لو معلق النشاط هتلعب ازاي؟ فكده كده انت محتاج الاول النشاط يرجع، عشان كده القرار بتاع دوري الابطال والكونفدراليه اتاجل. هو اللي اتاخد فيهم قرارات عاجله، تاجيل المحليين وتخلص اسمه ايه البطوله، وتخلص البطوله. طيب عندي مجموعه من الاخبار هنشك كده فيها سريعا. كريم نيدفيد النهارده معانا ثلاث فقرات ومعانا تفاصيل كتير. كريم نيدفيد اجل رحله المانيا للاطمئنان على ركبته بسبب موضوع كورونا، ده جزئيه متعلقه جدا بفكره السفر اللعيبه للعلاج، هتتاثر بسبب موضوع طبعا منع السفر طبعا. وازمه كريم نيدفيد الحقيقه المحامي بتاعه قال ان احنا نرفع قضيه على مركز تاهيل اللي كان تسبب في تجدد اصابه كريم نيدفيد مره اخرى. هي كريم من اللعيبه المهمين في خط وسط النادي، نتمنى لهش فيها العاجل، ونتمنى انه يا رب ناخد بالنا بعد كده مراكز التاهيل اللي بيروح اللعيبه يتاهلوا فيها، لانه لعيب سنه 23 سنه انه مستقبله يبقى مهدد كده بسبب مركز تاهيل الحقيقه صعب جدا. تمام. طيب اتحاد الكوره، الدوري لن يعود اول ابريل لهذا السبب اللي احنا كنا بنناقشه دلوقتي،
ان في مصدر في اتحاد الكره قال عوده الدوري او الابريل شبه مستحيل لاسباب فنيه يعلمها المديرين الفنيين. اه طبعا ما هو انت ودي الجزئيه اللي كنت عايز اقول لك عليها. سوري للاسف يا احمد المقاطعه. كان ارتيتا مدرب الارسنال اللي عنده كورونا وهو حتى تعبان او في العزل بعد برامج تدريبيه لكل لعيبه عشان تشتغل عليها. اه ما هو ده اللي احنا بنقوله. انت ما هو انت مش هينفع ترجع 1 ابريل تناقش عوده الدوري 1 ابريل، يعني انت ما ينفعش تيجي 1 ابريل تقول احنا هنرجع 1 ابريل، لا انت ترجع 1 ابريل تقول احنا هنرجع نلعب كوره تاني 15 ابريل عشان يبقى اللعيبه تبدا تدخل في الفورمه اللي يبداوا يوصلوا للجهد البدني بتاعهم الكبير. الحقيقه هو ده اللي هيبداوا يشتغلوا عليه عشان اللعيبه تجهز مزبوط. وده الحقيقه كلام مظبوط 100%، كلام مظبوط 100%. طيب سؤال تاني متعلق بانفانتينو، قال فيه استخدموا قوه كره القدم لنشر الوعي ضد الكورونا. ده اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله من الاول، استخدموا قوه كره القدم لنشر الوعي. نجوم كرة القدم والحقيقة لازم اللعيبة تنشر الوعي ولازم الناس، لأن أنت المجتمعات بتتبني بثقافة نجومها فلازم يقولوا يخرجوا للناس. إنفانتينو كمان طالب اتحادات كرة القدم في العالم أن تحذو حذو الفيفا في نشر الوعي ضد فيروس كورونا. ده هنا كمان بيطالب الاتحادات المعنية أو الاتحادات الأهلية هو في العالم. ما هو أنت هي وأنت هي هو زي ما احنا قلنا محمد في الأول، ده موضوع متعلق بعالم، لازم على العالم كله يقف عشان يحارب الموضوع ويقدر يعدي المحنه دي. هي محنه اصلا، هي مش محنه متعلقه بمصر او متعلقه بدوله، هي المحنه متعلقه بالعالم كله. يعني مش 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 عندنا بس اللي عندنا فيروس كورونا، ده فيروس كورونا في العالم كله. والحقيقه اوروبا بقت هي بؤره الفيروس دلوقتي. طيب بايرن ميونخ زود لاعبيه باجهزه تدريب منزليه، اما يعني هو واضح نقل الجيم من النادي، واضح انه الموضوع اما هو انت خلاص انت لازم تحافظ على لعيبتك، ولازم زي ما بقول زي ما قلنا مدربين الاحمال لازم اللعيبه تاخدهم لمنطقه التدريب في البيت عشان يبداوا يغيروا الفكره ان هم قاعدين في اجازه. ما فكره لو اللعيب قرر انه يبقى قاعد في اجازه فهيرجع من فتره الاجازه وزنه 240 كيلو ومش عارف يرجع ومش عارف يتمرن ومش عارف يلعب، تبقى قصه صعبه جدا. طيب اول لعيب بتعافى من فيروس كورونا لاعب نادي تشيلسي كالوم هودسون اوديدي. كويس. وانا برضو انه الممثل العظيم توم هانكس تعافى، ده خبر كان سعيد جدا بالنسبه له وزوجته. يعني الحقيقه انا يعني من محبي توم هانكس. طيب في دوره وديه كانت مع البرازيل والارجنتين منتخب الاولمبي، هيتم تحديد مواعيد بديله خلال الفتره اللي جايه. ده اللي انا قلت لك عليها انه الاسبوع اللي فات قلت لك قبل ما برضو يعلنوا، وانه كان في موافقه من البرازيل والارجنتين وتاخد الخبر المواعيد الجديده. قول بالمره لو في نشاط هي هتتلعب في الاجنده الدوليه بتاعت 6، الاجنده الدوليه بتاعت 6 اللي هي تزامنا مع الاجنده الدوليه ماتش مصر وتوجو. ايوه بالظبط كده، اللي هو التصفيات المؤهله. ايوه بالظبط. انت تحس ان العالم كله ترحل 3 شهور. انا بقول لك هم هياخدوا مارس يحطوه في يعني شهر 6 اللي كان هيبقى الكره وقفت فيه عشان النشاطات العالميه، هيبقى هيرجع تاني كانه الحاجات اللي كانت تلعب في مارس كلها تلعب في شهر 6 او الترحيل ده. اكيد. طيب ابو حميد بشكرك بجد، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا محمد وببقى سعيد ان انا موجود معاك ودايما سابق بخطوتي خطوتين ثلاثه خطوه ونص اكيد. نورتني وشرفتني وبشكرك وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله الفتره الجايه. ربنا يخليك يا محمد ونتقابل الثلاثه اللي جايه ان شاء الله ونشوف السيمي فاينل بعد الدوره الاخيره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. بشكر بالتاكيد الزميل العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي احمد عويس، لكن مهم جدا في هذه اللحظات اخرج الى فاصل بتقرير للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بيعلن عدد من التدابير الاحترازية اللي اتخذها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ورسائل مهمة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لعائلة الأهلي ولكل أعضاء النادي الأهلي وجماهير الأهلي في كل مكان بالنسبة للمرحلة القادمة في إطار التعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الفيروس خلال الفترة القادمة. تقرير وبعد التقرير إن شاء الله الكابتن أحمد بلال ضيفا في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة.